بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد يكشف عن تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام السابق بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد في سابقة من نوعها يجر فيها وزير العدل إلى أروقة المحاكم. تقديم الوزير السابق طيب لوح للعدالة هو إجراء عادي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وحملة كبيرة والإرادة السياسية في مكافحة الفساد بأن لا يوجد أي شخص فوق العدالة وكل أشخاص بحسب مسؤولياتهم يمكن تقديمهم للعدالة والعدالة هي حرة بعد إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي أن تصدر قراراتها حسب الملفات الموجودة والأدلة المدان بها أو القرائن. منع طيب لوح من السفر وإحالة ملفه للتحقيق على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد وليس جهة أخرى على غرار باقي الوزراء والمسؤولين الذين تم التحقيق معهم على مستوى الضبطية القضائية ومصالح الدرك الوطني يوحي بالتحري والتحقيق الدقيق وإمكانية امتلاك الديوان لملفات فساد لها علاقة بوزير العدل السابق. سابقة في تاريخ الجزائر أن يقف وزيرا للعدل داخل قاضي التحقيق في داخل أروقة العدالة، هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن الفساد لم يستثني أي قطاع بما فيه قطاع العدالة الذي كان من المفترض أن يسوق لنموذج يقول بأن القانون فوق الجميع. وحسب مراقبين سيضطر وزير العدل السابق لمواجهة فساد قطاع العدالة والملفات السوداء التي يمتلكها الديوان المركزي لقمع الفساد في عديد القطاعات التي ارتكبها عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات وطنية تعرضت للحظر ولم تتحرك بشأنها الجهات القضائية. في عهد طيب لوح ارتبط جهاز العدالة بتحكم قوى غير دستورية في القرارات والملفات المطروحة على مستوى القضاء، هذا الأخير تحرك لمحاسبة واحد من أبرز رموز نظام عهد بوتفليقة. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.